هو الشيخ فاروق سنان أحمد راشد يقول في سبيل الله، هذه غلوس القات في سبيل الله تروح. المطار كذاب، الجو الخزع، لا يهمني والله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. في خشع هنا وجوالي يا منعة. هذا الاخ راشد الصمدي، ما رايك يا شيخ راشد؟ كيف العمل بحبر؟ العمل والله تمام، وان شاء الله سوف التقي هذا الخط من حوف الحنج بني حي الى منطقه خمس مطلق. خمس مطلق وإب وتعز وعدن. كيف تشوف العمل هنا بحبر الان ماشي؟ العمل والله احسن عمل، وتيله عاليه، قوة عالية، وإن شاء الله نباسل بالمال بالمال والقات وكل حاجة. هذا جد كبير ذا الآن تدخل وسطه. هذا جد الأملاك سنان أحمد. قالوا في سبيل الله. في سبيل الله. نعم أحسن. بارك الله فيك.